بتوجيه مباشر من محافظ صلاح الدين، أكملت الملاكات الهندسية في مديرية الصحة مشروع تحويل مستوصف الوحدة الصحي في قضاء الدجيل إلى مستشفى جراحي سعة 20 سرير وبأحدث المواصفات والأجهزة الطبية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعده الزميل فاضل الأنصاري. بتوجيه من قبل محافظي صلاح الدين الدكتور عمار جبر ودعما للقطاع الصحي بقضاء الدجيلة، نفذت الكوادر الهندسية لدائرة الصحة بتنفيذ مشروع تأهيل مركز صحي الوحدة وتحويله إلى مستشفى جراحي بسعة 20 سريرا. القائمون على هذا المشروع بينوا بأن المستشفى تم تأهيله بأحدث المواصفات مع رفض صالات العمليات بالأجهزة الطبية المتطورة، وأن الأيام المقبلة سيتم افتتاح أبوابه أمام المواطنين. توجيه من السيد محافظ صلاح الدين وبإشراف من دكتور عمر صباح مدير عام دائرة الصحة صلاح الدين، تقوم الكوادر الهندسية في دائرة الصحة صلاح الدين وفي قطاع الرعاية الصحية الأولية بتأهيل بناية مركز الوحدة إلى مستشفى جراحي سعة 25 سرير، والعمل متواصل ليل نهار، والأعمال النهائية أوشكت على الانتهاء. المستشفى تتكون من صالة عمليات عدد 2، صالة ولادة عدد 1، وردهات جراحية ونسائية، آملين بتقديم خدمة متميزة لأبناء قضاء الدجيل، حيث تم إنشاء صالة جراحة مع ملحقاتها بنوعيات ومواصفات خاصة إن شاء الله، وتم الإكمال بالنسبة للأعمال الإنشائية الحديثة وأعمال تأهيل وتطوير البناية القديمة، وبعد أن تم الإكمال هذا الصرح إن شاء الله بفترة وجيزة باشرت دائرة الصحة صلاح الدين بتجهيزها بالأجهزة المكتبية والأجهزة الطبية بنوعيات جيدة إن شاء الله، وسوف يتم افتتاح هذا المشروع في قضاء الدجيل خلال فترة وجيزة من الأيام القادمة. قضاء الدجيل ومنذ سنوات طوال كان يعاني من عدم وجود مستشفى جراحي، فالحالات الطارئة ترسل إلى مستشفيات بغداد وبلد لتلقي العلاج، وأن أغلب الحالات الحرجة فارقت الحياة بسبب بعد المسافة، فتأهيل هذا المستشفى سينهي من معاناة المواطنين. الدجيل عانينا ما عانيناه بالسابق، وحتى لحد هاي اللحظة من المريض عندنا هنا من يتمرض وينقل الى مثلا البلد او بغداد، فهاي المسافه هي تزود من الام المواطنين، وخصوصا اذا مريض كان اصابه او شيء، فاحيانا تحدث وفيات من اثر النقل من الدجيل الى منطقه اخرى سواء بغداد او بلد. وهاي الدجيل هي قضاء كبير وتحتاج الى مستشفى، فمشكورين الاخوان سووا لنا مستشفى جراحي. احنا تأمل اكثر من هذا الشيء، لكن احنا مشكورين لانه سعانا بهذا الشيء، هو يوفي ان شاء الله بالغرض. ايام قليله وسيتم افتتاح المستشفى الجراحي بقضاء الدجيل، والذي سينهي بدوره معاناه المواطنين الذين يعانون من عدم وجود مستشفى جراحي. لقناه صلاح الدين الفضائيه فاضل الانصاري، قضاء الدجيل.